أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى خير أمة أهرجت للناس تأمرون بالمعروف للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالمعروف لن يدوركم الا ازوا وان يقاتلكم يوالكم الادبار ثم لا ينصرون دربت عليه مز قبل من الناس وباء بغضب من الله ودربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات ذلك بما صوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويمورن بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارئن في الخيرات وأولئك من صالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين